معانا ايضا كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ العزب الطيب الطاهر، كاتبنا بالاهرام. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بيك. ازاي صحه حضرتك؟ وحشنا. تمام الحمد لله، وانت كتير والله. الله يخليك استاذ العزب. يمكن واحنا بنتكلم على اللقاء النهارده ما بين الرئيس السنغالي ماكي سال وما بين فخامه الرئيس السيسي، كانت على طاوله المباحثات العديد من الملفات المهمه، بس لعل اهمها وابرزها لدى المصريين الحديث حول سد النهضه. وهنا يجي السؤال، هل باتت مش بس السنغال ولكن باتت جموع الدول الإفريقية يعني أو أصبح لديها رؤية واضحة حول عدالة القضية المصرية؟ كان في الماضي لدينا أحيانا خطاب جائر وغير صحيح وغير حقيقي عن أنه مصر لا تهتم بالتنمية للشعوب الإفريقية وللدول الإفريقية أيا كانت. الآن ويمكن خلال السنتين اللي فاتوا بالتحديد، مصر أثبتت بما لا يدع أي مجال للشك اهتمامها بأشقائها الأفارقة، اهتمامها بالتنمية الاقتصادية والصناعية وعلى مختلف المناحي، بل واهتمامها حتى بالرعاية الصحية في إفريقيا. وهنا يجي السؤال، هل تعتقد أنه ما سوف يحدث في 2022 مبشرا إلى درجة الإثمار؟ يعني هكذا نأمل نحن، وخاصة أن الجهد المصري الدبلوماسية القمة التي تنتجها مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الدبلوماسية التي تمارسها وزارة الخارجية والوزير سامح شكري والحركة النشطة باتجاه إفريقيا. الآن هناك انفتاح واسع على القارة الإفريقية، ليس فقط على دول حوض النيل وهي يعني دول حظيت بتحرك كبير في خلال الاعوام الاخيره، صحيح. لكن الانفتاح الان على مناطق افريقيه متعدده، والان التركيز على غرب افريقيا، وبالتالي تحرك مصر بهذا الاتجاه على كل هذه المستويات يؤشر الى ان هناك رغبه مصريه في حشد جميع جهود افريقيا للوقوف الى جانب حق كل من مصر والسودان في مساله سد النهضه، خاصه ان اصبحت على المدى السنوات المنصرمه واستغلال للوبيهاتها في اوروبا وفي امريكا وفي بعض الدول حتى العربيه للاسف استطاعت ان تحشد رايا مناهدا للرؤيه المصريه، ولكن التحرك المصري العقلاني المتزن الذي يتمسك بالقانون الدولي ويتمسك بالمصالح ويتمسك ايضا بمصالح الشعب الاثيوبي في التنميه ومصالح الدول المطله على النيل كلها في ان تحقق تنميه بشرط ان تحافظ على حقوق الاخرين، وهذا هو المنحى الذي رايناه في اجتماع القمه اليوم مع الرئيس السنغالي وفي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجزائري قبل ايام، صحيح. في قمه القاهره، وهو ذلك بات يشكل صلب المحدد المصري في التعامل مع سد النهضه، نحافظ على التنميه وعلى حقوق الشعب الاثيوبي وعلى حقوق الشعوب المطله على النيل، في نفس الوقت تحافظوا على حقوقنا لانها تمس امننا الوطني القومي. وبالتالي يعني عندما يردد الرئيس تردد القياده المصريه باستمرار عباره الامن المائي المصري جزء من الامن القومي لها، دي عباره بالغه الدلاله، لها دلالات، عليكم ان تدركوا ان هذا الامن لن يقبل المزاف به، وفي الوقت نفسه نحن معكم، وراينا التوجه المصري نحو تقديم البدائل التنموية إن صح التعبير حتى داخل الأسبوع نفسها في فترة من فترات، وإن كانت الأمور في الفترة الأخيرة توقفت نتيجة الصراعات العسكرية داخل الأسبوع وصراع ونزاعات النظام مع تجري وغيرها من الأقاليم، صحيح. في أسبوع، ولكن التمدد أو الانبعاث المصري باتجاه القارة الإفريقية باتجاه دول حوض النيل والتركيز على التنمية وتبادل المصالح والمنافع المشتركة بات يشكل ملمحا أساسيا، وأعتقد أن ذلك كما جرى اليوم في قمة القاهرة بين الرئيس السنغالي ورئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقود بالضرورة إلى مردود إيجابي لصالح حصول مصر على حقوقها غير منقوصة، وتتمثل كما ذكر الرئيس في اتفاق ملزم قانوني ملزم وفق جدول زمني لمسألة سد النهضة حتى لا يكون هناك
غبن يتعرض له الشعب المصري ولا حقوق مصر ولا حتى حقوق الشعب السوري. بهذا الكلام يعني تعتقد انه من الوارد ان نشهد هنا من باب التحليل بقى انه استاذ عزب يعتقد انه سوف تبدي اثيوبيا المزيد من المرونه والمزيد من الانفتاح عند بدايه الجلوس في مباحثات جديده ومشاورات جديده بعد كل ما شهدته سواء اذا كانت اثيوبيا او سائر القاره الافريقيه من التوجهات شديده الوضوح من قبل مصر التي لا تمانع بل بالعكس هي تدعم أي شكل من أشكال التنمية الاقتصادية أو التنمية بشكلها العام في إفريقيا؟ يعني في ظل نجاحاتها التي تحققت خلال الفترة المنصرمة عبر عقد سلسلة من القمم والاتصالات المصرية كما ذكرت على مستوى القمة ومستوى وزارة الخارجية مع دول إفريقية وآخرها السنغال، وسوف ترأس القمة الإفريقية ستعقد في فبراير المقبل وستكون رئيسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، والسنغال كما راينا اليوم منسجمه مع الموقف المصري، يمكنها من خلال ترأسها للاتحاد الافريقي ان تمارس لا اقول ضغوطا ولكن اشكالا من الاقناع اضافه الى اطراف افريقيه اخرى منحازه للموقف المصري او نقول منحازه للحقوق المصريه. وبالتالي انا اظن ان عام 2022 سيحدث فيه انفراجه ولكن لا اقول اتفاق حتى نكون يعني واقعيين، لأن الجانب الإثيوبي ما زال لديه قناعات للأسف يتمسك بها ضمن خطابه السياسي الموجه للداخل، وبالتالي يريد هو أن يكسب شعبيا على حساب أزمة سد النهضة ودون أن يضع في الاعتبار يعني حقوق الآخرين، ولكن في ظل الضغوط الإفريقية تحديدا وأيضا الصلابة المصرية في التمسك بموقفها فضلا عن ضغوط إقليمية ودولية باتت واضحة، أو نقول لا أقول ضغوط ولكن محاولات إقناع باتت واضحة، سوف تمكن الجانب الإثيوبي من أن يحدث قدرا من أقول قدرا من المرونة وليس المرونة الكاملة، ربما يقود ذلك فيما بعد إلى أن تجلس الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات على أسس جديدة تحقق مصالح الجميع، وهذا هو المنهج المصري الذي تتفق أيضا معه السودان. صحيح، أنا بشكرك جدا كاتبنا الكبير أستاذ العزب الطيب الطاهر، شكرا جدا على هذا التحليل.